لو الحكاية فيها إن فيتو كويسين جدا جدا وفي أتم صحة الحمد لله. والمفروض والله كانت لينا تطلع معايا في الفيديو بس هي مش راضية. أنا عايزة أقول حاجة بس، رسالة كده لزميلي ولكل التمريض اللي في مصر كله. أنا هرجع الشغل تاني، أنا المفروض دلوقتي أنا في حجر منزلي 14 يوم إن شاء الله بإذن الله. آخر يوم في ال 14 يوم هنزل شغلي وهكمل. أنا بجد بجد أول مرة أعرف إن المهنة دي يعني مهنة جميلة قوي كده، أول مرة أحس يعني أحس بحلاوة المهنة. إحنا دلوقتي مفيش أي حد غيرنا في الساحة، إحنا خط الدفاع الأول، إحنا الجيش، إحنا كل حاجة. لو إحنا منزلناش مين اللي هينزل؟ مين اللي هيحارب الفيروس ده؟ مين اللي هينزل؟ إحنا الجنود والدكاترة القادة لازم كلنا ننزل، لازم كلنا ننزل يا جماعة. وأنا عن نفسي أول واحدة هنزل إن شاء الله بإذن الله. مع السلامة.